ورانا كاس العالم. هذا مستوى كاس العالم؟ انا بروح اجيب كاس العالم. لا صراحه مدرب والله ما يعرف اي شيء، ما في تدريب، ما عنده اي تدريب. يعني ما زال محتفظ بياسر الشهراني منخفض مستواه، الدفاع البليه منخفض مستواه، كيف غيره بتعب الفرج؟ يعني معاقبه بيريرا وانت محتاج النقاط. اول حاجه جارديم، ابغى اعرف جارديم وش موضوعه في الملعب يا اخي. عناصر عندك عناصر، تعاقب لي بيريرا على حساب الهلال ليش يا اخي؟ خصم الراتب وما قلنا شيء، انا جالس اتعب ست مباريات سبع مباريات ما قدم له الا مباراه واحده. دائما الهلال بعد بطوله اسيا يجي صراحه شيء بطول غير طبيعي. والله صحيح يعني ما الوم جارديم، حتى اللاعبين ترى جميعهم منخفض مستواهم. شفنا اليوم الهدف الثاني كيف كان اللاعب، لا معليش، مو بسالفه مجامله. شفنا اليوم الهدف الثاني الدفاع كان فاضي مره، كان فاضي. الهلال بعد اسيا ترى كل اللاعبين متخاذلين. المدرب بايع القضية، يبي الشرط الجزائي وبيمشي، وواضح ان في حواجز بينه وبين اللعيبة مو قادرين يفهمونه. ما راح نتحسن لين يمشي جارديم.